كابتن علاء الف مبروك، فوز مهم. فوز مهم طبعا اكيد، كان في مباراه الكاس مقبول انك تكسب، بس ما من غير حسابات لعب، من حسابات لعب هتخش في حسابات كتير جدا مش هتوصل لحاجه. وبتلعب فرقه تقيل اسما، انا لسه عند كلامي اسما، كل دول اللي في الملعب النهارده ولا حاجه خالص. فرق شويه اسامي مش حاجه خالص في الملعب خالص. انت لو في حالتك الطبيعيه تعمل كل حاجه في الكوره النهارده، لكن انت يعني برضه مباريات كتير قوي ورا بعض وماتشات كاس ومش كاس، يعني برضه انت عندك انت ظروفك غيرهم هم خالص، لكن هم كفريق كوره لا اسامي، واسامي محترمه جدا وكل حاجه علينا راس، بس النهارده لا، انت بتلعب فريق اسامي، حتى امتلاك الكوره كان العوبه دي حاجه ما مسيش عليه خطوره، ودي كانت على فكره ميزه فيك، يعني النهارده ميزه للنادي الاهلي امتلك الكوره زي ما انت عايز، بس في الثلث الاخير اللي هو الثلث مالكش خطوره، المقلق مفيش خطوره خالص، مالكش خطوره صح خالص تماما يعني صح. لكن انت خلاص الحمد لله مباراه مهمه انك طلعت قبل النهائي في كاس مصر بحلوها بمرها بقى زي ما يكون غصب عنك يا اما تروح قلب المباراه دي النهارده مش هتفكر فيها، مش هتتكلم عليها، ما فيهاش كلام كتير فنيا على فكره، وهتفكر في مباراه يوم الاربعاء ان شاء الله. لكن النهارده هو كلها مجهود، بس مجهود بدني جري كتير قوي، لكن على فكره مننا اكتر كمان، لو بصيت على فريق البيراميدز ما فيش حد فيهم بيجري، حتى اللي بيجري بيعمل خطوه والتاني يعني تعبيرات وشه مش قادر. ايوه فاهمني، فده اللي انا كنت عايز النهارده استغل الموقف ده. أي. وممكن كنت تكسب النهارده سهل جدا، بس في اخطاء في اخطاء، لكن في الاخر تقول الحمد لله طلعت قبل النهائي بظروفك بقى، باصاباتك الكتير، بالاجهاد اللي موجود، مباريات على طول ورا بعض على طول، والمفروض بتلعب فريق كبير يعني بين قوسين المفروض فريق أي. كبير، لكن كان نفسي نستغل حاله بيراميدز النهارده دي وتعدي تكسب أيوه. تكسب مكسب كويس، تكسب مكسب كبير، مكسب كبير باداء بكل حاجه، لكن في الاخر بتقول بس انت ظروفك برضو غير طبيعيه، يعني بقول لك انا عندك نسبه اصابات وغيابات كبيره، قلت في الاول ظروفك مش طبيعيه، اصابات كتير بتحصل حتى في التمرين، بيرسي تاوب بيشوط الكوره اتعور النهارده، هاني برضو هاني دايس على نفسه، محمود وحيد من نص الشوط الاول وكان بيعاني من اصابه عشان كده خرج الشوط بين الشوطين، هاني برضو مجهود كتير قوي لكن هل الاجهاد بس يا كابتن علاء لا هو سبب الاصابات؟ لا لا, لا, لا لا طب ايه الاجهاد؟ ممكن قله تركيز، ممكن على فكره ممكن ايمن وانا مجهد انا ممكن كلاعب حافظ على نفسي تقنن أيوة. مجهودك اقتصد شويه في مجهودك مجهودك يعني بالظبط تلعب كره سهله ايوه الكره مضمونه اقل كميات الجري اللي هي يعني مالهاش لازمه اللعيب الذكي انا قلتها لك قبل كده بيعمل استشفى نفسه في الملعب بلاش جري كتير بلاش قطع مسافات كتير بلاش الملعب يبقى واخد مساحات كتير منك انت كفريق بالعكس ضم مساحات قد ما تقدر على قد ما اقدر كره بسيطه جدا من رجل لرجل من غير حركه كتير من غير جري كتير بيراميدز النهارده سايب لك مساحات كتير قوي الشوط الثاني مساحات اعمل فيها اللي انت عايزه الشوط الاول لا يعني شوط فنيا عدى مرحله الفقير يعني فهمت فقير جدا لكن انت برضو في اوقات بتصعب الامور على نفسك عدم الحركه من غير كوره برضو بتصعب الامور على نفسك يعني الكوره اللي عملها ديانج النهارده وعدى لوحده انا متاكد ان ديانج النهارده بدنيا مش في احسن حالاته بالظبط خالص واضحه يعني في لعيب الكوره بيبان عليه ان هو النهارده بدنيا مش في احسن حالاته لكن الكره اللي زقها في الاخر وجري واخد فاول دي لان الحركه في الثلث الاخير مش هي وبرده في تسرع كتير شوط ثاني يا ايمن لو جبت كميه تمريرات مقطوعه مش طبيعيه مش طبيعيه ودي برده حاله غريبه شويه لعيبه النادي الاهلي طول ما انا تعبان كل ما انا تعبان حافظ اكتر على الكوره لازم الكوره هي تتحرك الكوره عمرها ما هتتعب بس انت تمريره خطا تمريره خطا هتجري هتقدر تقطعها ثاني هتقلق تيجي عليها هجمه مرتده الهجمات بتاعتهم ما فيهاش خطوره بس اسمها اتقطعت منك الكوره يعني الهجمه الوحيده المرتده اللي جت عليك النهارده في الشوط الاول من ديانج ايوه عبد الله سعيد حطها فوق العرض لكن في الاخر انت بتحاول تعدي مباريات يا ايمن وتقول الحمد لله حقق الهدف ايوه الحمد لله حققت الهدف يعني مستوى البدني اللعيبه وحته الهدوء ان شاء الله هتيجي حته الاستشفاء هتيجي صح لعيبتك المصابه هيرجعوا النهارده حسام حسن اول هدف ليه مع النادي الاهلي هدف مهم جدا فايده على فكره النهارده وميزه مباراه الاهلي النهارده طلعت منها يعني زي بقول لك انا كل حتى مباراه لو مش حلوه فنيا بس خد منها احسن حاجه رجوع حسام حسن النهارده وهدف مهم على فكره طبعا جميل الناس كلها فرحانه ليه وانا اصلا كنت مبسوط جدا هو احرز هدف النهارده وهدف مهم طمنك على المباراه تماما
بغض زياد طارق برضو من ضمن الايجابيات طبعا. زياد كل ما بيلعب الايمن حتى لو وقته قليل بيثبت ان هو مزبوط. جاي في لعيب موهوب جاي تعتمد عليه صح. الفتره القادمه ان شاء الله ما عندوش مشكله، عنده شخصيه مزبوط. ما بيخافش بيهاب الموقف. دي حاجات مزبوط. حاجات كويسه جدا صحيح. في الزياد. فانت تاخد دايما حتى لو بقول لك المستوى الفني مش اللي انت عايزه، لكن تاخد دايما الاجابات الماتش الحمد لله صح. قبل النهائي حسام حسن هدف مهم جدا صح. زياد طارق بيثبت لك من يوم عن يوم ان هو لو اعتمدت عليه مفيش مشكله خالص خلاص صحيح. شخصيه اللعيب بتبان حتى في فترات متباعده كده. بتمنى اللعيبه النهارده ياسر ابراهيم ورامي مباراه عاليه جدا صحيح. جدا جدا نجوم مباراه النهارده هم الاثنين، ما اقدرش اقول ولا ده ولا ده أي. لكن رامي وياسر النهارده امتياز مزبوط. امتياز بجد مزبوط. فدي برده ميزه تانية، فهي كلها مميزات. ابعد شويه عن الحته الفنيه وشكلها الفني قوي، لكن خد النهارده من الحاجات اللي كلها حاجات فرديه، بعض ايجابيات بعض الايجابيات حسام على 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 على, على 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 رامي على ياسر زياد بس هناك، لان المباراه لو اتكلمت فيها فني ما فيهاش فن ما فيهاش كوره، بس كنا هنتكلم ما فيهاش كوره، لكن في الاخر بتقول الحمد لله طلعت قبل النهائي الحمد لله رب العالمين.